هذا يوم ثقيل في الميزان عند الله بين أيام الدنيا. إذا نظرت إلى يوم عرفة فقلت لو لم يكن في أيام العشر إلا يوم عرفة لكان كافيا أن ترجح كفة عشر ذي الحجة على سائر أيام العام. هذه الأيام العشرة اكتنفت بين جنباتها أياما، الواحد منها له من الفضل ما يعدل أيام العام، ومن ذلك يوم عرفة تاسع أيام هذه العشر، يوم يقف فيه الحجيج بصعيد عرفات يتقربون إلى الله ويلتمسون العفو والمغفرة والعتق من النار ويرقبون الميلاد من جديد في ذلك اليوم العظيم. يوم عرفة يوم عظيم، وفي الحديث الصحيح قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم عرفة هو في قول بعض أهل العلم المقصود بالقسم في قوله تعالى: وشاهد ومشهود. يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة ذاك اليوم الذي لا يوجد فيه دعاء وطلب وسؤال أعظم عند الله من يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. يوم عرفة يستوي في فضله ونيل كرم الله الحاج وغير الحاج، أما الحجاج فبالوقوف في صعيد عرفات وبأداء النسك، وركنه الأعظم في الحج الوقوف بعرفة كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وغير الحجيج يلتمسون القربة بصوم يوم عرفة ويحتسبون عند الله أن يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده، كما صح ذلك عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يوم عام البركة، عظيم الفضل، عميم المغفرة والرحمة والعتق من النار. هذا يوم ثقيل في الميزان عند الله بين أيام الدنيا. إذا نظرت إلى يوم عرفة فقلت لو لم يكن في أيام العشر إلا يوم عرفة لكان كافيا أن ترجح كفة عشر ذي الحجة على سائر أيام العام، فكيف وقد أضيف إليها ما تقدم من المناقب قبل قليل؟ هي خاتمة الأشهر المعلومات، هي الأيام المعلومات التي أمر الله الحج وأقام للحجيج أداء النسك لأجل إقامة ذكره وشهود المنافع في هذه الأيام المعلومات. وأما يوم النحر الذي هو عاشر الأيام العشرة، يوم الأضحى المبارك، عيد المسلمين شرقا وغربا في أمة الإسلام، حيث تعمهم الفرحة بهذا اليوم العظيم، هو أيضا من الأيام العظيمة عند الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وهذا يا كرام تفضيل مطلق لا يقابله شيء، إن أعظم الأيام، وهذا التفضيل المطلق من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم يجعل يوم النحر نصب عينيك يوما عظيما ترتقبه بشغف، تتسارع دقات القلوب في انتظار هذا اليوم العظيم. إذا كان هذا أعظم يوم عند ربك العظيم، فبالله عليك ما أنت صانع فيه؟ ما الذي ستفعله في أعظم يوم عند ربك العظيم سبحانه؟ شرع الله لك تكبيرة، شرع الله لك صلاة في العيد، شرع الله لك أضحية تذبحها فيه، شرع الله لأمة الإسلام حجاجا وغير حجاج أن يجأروا ويجهروا وتصعد أصواتهم وتبح حناجرهم تكبيرا لله وتهليلا وتحميدا، فتجتمع أمة الإسلام حجاجا وغير حجاج على صوت واحد من الشرق إلى الغرب لتجأر أمة الإسلام ويضج كوكب الأرض بالتكبير والتهليل والتحميد لربنا الكبير سبحانه. وفعلا تظهر أمة الإسلام عظمة هذا اليوم في شعيرتها، في شريعتها، في عقيدتها، في ثقافتها. فإذا أمة الإسلام عربا وعجما، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، كلهم على قلب رجل واحد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.